معنا في هذا الجزء السادس من شهادتك على التاريخ السيد عابر سيد أحمد. سيد عابر سيد أحمد، كنا توقفنا في الجزء الخامس عند توقيف قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ في بداية جوان 91. وقف السيد علي بن حاج أمام مقر الإذاعة والتلفزيون بشارع الشهداء بالعاصمة، وثم إيقاف رئيس الجبهة الإسلامية إنقاذ السيد عباس المدني في مقر الوطني للحزب في ريش عراس بالجزائر العاصمة. أنتم كمناضلي القاعدة وخاصة على مستوى مكتب ولاية وهران، كيف تلقيتم هذا الخبر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، قبل الإجابة على هذا السؤال وتوقيف قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ، لا بد أن نستعرض الأحداث التي سبقت الإضراب قبل توقيف شيوخ الجبهة الإسلامية للإنقاذ، لأننا ما زلنا في جو الإضراب وما زلنا في الانعكاسات الأمنية والسياسية على الحكومة آنذاك، وثالثا على قضية بعض المكاتب الولائية في الغرب الجزائري والأحداث التي شهدتها من خلال النتائج العكسية لهذا الإضراب. فالإضراب بالنسبة لولاية وهران كان معاكسا لما جرى في العاصمة، وبالتالي ظهرت أحداث أليمة في ولاية وهران، وتتمثل هذه الأحداث في عدم مسايرة الإضراب وعدم تطبيق القرارات الفوقية التي كانت تدفع إلى السير إلى الإضراب إلى النهاية، وخاصة عندما أخذ عباس المدني وعلي بن الحاج زمام الإضراب وأصبحوا هم الشخصين الوحيدين المكلفين بإدارة هذا الإضراب، و يمكن لنا أن نقول إزاحة جميع عناصر المحسوبة على كرار. وبالتالي البيان الذي وقعه عباس المدني وعلي بن الحاج بتوقيف الإضراب من طرفهما ما عدا الشخصين الاثنين دليل قاطع على وجود أزمة خطيرة داخل المكتب الوطني والمجلس الشوري، وظهور تيارين أو ثلاثة. التيار الأول يتزعمه عباس المدني علي بن الحاج والجماعة بوخمخم علي جدي نور الدين شيقارة وقمازي، هذه الجماعة محسوبة على التيار الراديكالي، وهذا التيار الراديكالي الذي كان يدفع إلى الأمام بإزاحة السلطة نهائيا. والتيار الثاني أو كما يسمونه التيار المعتدل أو المهادي للسلطة، وهو يجمع شخصيات محسوبة على كرار قوري، سعيد قشي، مراني زبدة، والهاشمي سحنوني، وبعض العناصر من الغرب في المجلس الشوري اللي محسوبة على كرار. وبالتالي أصبح الصراع مثلا ليس في السرية ولكن في العلنية، خارج العلنية. وبدأ هذا الصراع بعد الانعكاسات الخطيرة الأمنية التي شهدتها المساحات العمومية، وتتمثل في إعطاء أوامر إلى الجيش والدرك بالهجوم على جميع المناضلين المرابطين بالساحات العمومية الثلاثة، وهذا كان يخالف كل التوقعات التي كان
التي كان يستنبئها عباس المدني وعلي بلحاج، وبالتالي لم يكونوا يتوقعوا انها تكون صدمه كبيره للشيوخ. وقبل ان نتكلم على هذه كل الاحداث، لابد ان نعود الى الوراء، الى وهران ومدن الغرب الجزائري. ماذا حدث فيها فعلا؟ نحن نعلم ان هناك البيان كما يسمونه البيان 22. هذا البيان تاع 22 الذي وقعه عباس المدني وعلي بلحاج يعتبر بيان صراحة هو عصيان مدني. واكثر خطورة فيه وقع في اي تاريخ؟ وقع بعد الاحداث. قبل اعتقال الشيوخ بساعات او بيوم. وهذا البيان كان بيان خطير صراحة، لأنه هذا البيان استغله جهاز المخابرات واستغله الجنرالات لضرب الشعب الجزائري وقتل الأبرياء. ماذا كان يقول البيان؟ البيان صراحة يطالب المقاومة، يطالب المقاومة صراحة، وفيه بند من البنود أتذكره جيدا، وهو اختطاف جميع الشخصيات المحسوبة على الدولة ومحسوبة على النظام، وهذا ما حدث في العاصمة، ووقع تبادل أسرى إلى آخره. ولكن قبل لا نجي لهذا البيان، يعني وقعه سيد علي بلحاج، علي بلحاج وعباس المدني، وكان سببا في الزج بهم في السجن. ولهذا عندما نشوف يعني الكلام الذي يقوله سيد علي بلحاج اليوم، عندما يقول نحن لم ندعو ابدا الى العنف، يعني لا، البيان هذا موجود، وهذا البيان موجود، ولهذا بسببه تم ازاحه بعض المكاتب الولائيه المحسوب على سعيد قشي، من بينها المكتب الولائي في العاصمة، المكتب الولائي في وهران، وبعض المكاتب الولائية المحسوبة على كرر، لأن هذا البيان لم يوزع في كل المدن الجزائرية. أنت متأكد أن هذا البيان أمضاه هذا القادة وليس من افتعال المخابرات؟ البيان هذا عباس المدني وعلي بلحاج يؤكدانه. لماذا يؤكدانه؟ لأنه كان صراحة للتغيير كل المكاتب الولائية، وثانيا بأن هناك خيانة من طرف قادة المكتب الوطني. ولهذا البيان لم يمضى في آخر لحظة أو في يوم قبل اعتقاله، ولكن أمضي صراحة وضمنيا عندما كان الإضراب، واتخذ القرار بتوقيف الإضراب من طرف شخصين. ولهذا كل الاحتياطات السياسية والقانونية قد أخذت قبل إمضاء هذا البيان. لكن اختطاف هذه الشخصيات القريبة من السلطة، هل هي شخصيات منخرطة داخل الجبهة الإسلامية أو شخصيات مستقلة؟ شخصيات سياسية محسوبة على النظام، مسؤولين كبار في الدولة، وزراء، جنرالات إلى آخره. هذا كلام خطير سيدة. لا، ليس كلام خطير، هذا البيان 22 معروف. هذا البيان 22 لا ينكره أحد. يعني توقيف السيدان علي بلحاج وعباس المدني قد يكون مؤسسا قانونا، لأنهم دعوا للعنف. كان مؤسسا قانوني، ولكن لم يحترم القانون، لأنه القانون عوض المؤسسة العسكرية ولا الحكومة ولا أي جهاز في الدولة باش يطبق الإجراءات القانونية، وهي مثلا ديبوزي إن بلانت أو نيفو دي باركي، أو نيفو دعوة قضائية. نعم، دعوة قضائية أمام الجهاز القضائي، ونخلوا العدالة هي تسير مجرى الأمور، يعني العدالة الجنائية، لأنه هذا بيان خطير. نعم، ولكن المشكل أن الجنرال النزار عند توقيف الشيوخ تحول إلى قاضي عسكري وجنرال عسكري وكل شيء. لكن سيد عابر، سؤالي سوف يكون صريح. نعم، خالد نزار في شهادة قبل هذه الشهادة التي يقوم بها هذه الأيام، قال بصريح العبارة: أمرت أنا شخصيا بتوقيف الشيخة. نعم، يعني وزير الدفاع. هذا خطأ. نعم، وزير الدفاع يأمر، نعم، بتوقيف مواطنين جزائريين، نعم، لأسباب سياسية أمنية. نعم، هذا من غير
خارج عن صلاحيته، وهو في صلاحيات العدالة وكيل الجمهورية قضية التحقيق وإلى آخره. لكن في مضمون يعني أو موضوع التوقيف، وهو التهديد بأمن البلاد و يعني كلام سياسي فيه عنف سياسي، وأنت تعترف الآن بأن بيان 22 قام ب يعني دعوة مناضلي الجبهة الإسلامية باختطاف شخصيات معروفة عن النظام، يعني في موضوع الاعتقال قد يكون مؤسس، يعني هذا خارج عن القانون، خارج عن العمل السياسي المعروف المعروف المعترف به في الجزائر ودوليا. شوف يا أخي، البيان السياسي تاع 22 كل الناس اللي كانوا في القيادات على مستوى الولايات أو مستوى العاصمة يعلمون جيدا أن هذا البيان لم يسحب منه العدد الكافي لتوزيعه على المناضلين ولا توزيعه على الولايات، وبالتالي وزع منه بعض الشيء وطبق فيه بعض الشيء إلا في العاصمة. وكما تعلمون كانت هناك أحداث في العاصمة وين جنود أو ضباط تم اعتقالهم من طرف المناضلين، وتم تبادل هذا المناضل في آخر لحظة. كلنا يعرف هذه المشكلة، هذه المشكلة لا تغيب على أحد. وبالتالي البيان 22 هذا بيان حقيقة، ولكن لم يطبق في الميدان لأنه نظرا لخطورته تم توقيفه وتم تجميده. من طرف من؟ من طرف القيادات المحسوبة على سعيد قشي وكرار قوري وغيره من العناصر القيادية اللي كانت في العاصمة. يعني هذا قبل ذهاب القيادات إلى مقر التلفزيون لتصريح بتصريحهم الشهير ضد السيد علي بن الحاج عباس. لا، بعدها 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 هذا هذا البيان 22 هذا كان في اللحظات الأخيرة قبل اعتقال الشيخ عباس المدني في المقر الرسمي تاع خليفة بوخلفة. قبل البيان كان موجود للآخر وتم توقيفه نهائيا. هذا البيان لم يلقى صدى في الولايات ولم يسحب. إذن رئيس الجبهة الإسلامية لإنقاذ نائب الرئيس لهم مسؤولية في يعني إثارة أعمال العنف بهذا البيان، يعني مسؤولية تاريخية وسياسية. مسؤولية هذه أخطاء سياسية على عنف النظام، لأن ما تنساوش أن النظام تدخل بقساوة وبعنف على ناس مناضلين آمنين معتصمين لم يكونوا يحملوا السلاح، وبالتالي لم يكن ينتظر الخطورة تاع الوضعية اللي آلت إليها البلاد آنذاك. لكن الزج بالشباب إلى الأماكن العمومية في إضراب مفتوح كذلك الإضراب والمطالبة بإسقاط حكومة يعني قامت يعني بانفتاح سياسي وقامت بتسهيل الجبهة الإسلامية لإنقاذ الوصول إلى المجالس المحلية يعني المجالس البلدية والولائية، أسقطت الحكومة ثم الزج بالشباب في مثل هذا يعني العمل، يعني نوع من اللامسؤولية السياسية. في الحقيقة كانت الأحداث متصارعة ومتضاربة، وبالتالي أصبح العقل لا يفكر، وكل الحسابات التي استبقت الإضراب كانت خاطئة. كانت خاطئة. استبقت الإضراب. نعم، استبقت الإضراب كانت خاطئة، لأنه كانوا يراهنون أول وقبل كل شيء أن الحكومة ستستجيب في أسرع ممكن لمطالب الجبهة الإسلامية للإنقاذ، باعتبار أن منذ البداية كان الإضراب سلمي. لكن في بداية الإضراب كانت المطالبة ب يعني تنحية مسمار جحا يعني رئيس الجمهورية. أثناء الإضراب يعني تغيرت المطالب من تنحية رئيس الجمهورية إلى تنحية الحكومة. نعم، وهذا متناقض يعني. نعم نعم نعم. في البداية كما قلت أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ كانت تريد أن تحصل على مطالبها بأسرع وقت ممكن دون الحساب في الدخول في مواجهة مع السلطة. هذه أول وقبل كل شيء، لأنها هذه النقاشات التي هي التي بنيت عليها القرارات في المجلس الشوري. لكن كان هناك أعضاء داخل الحكومة من بينهم وزير الاقتصاد والمالية السابق سيد غازي حدوسي. نعم. على مستوى يعني تلفزيون رشاد وفي نفس حصة شاهد العصر قال بصريح العبارة أنك في أثناء الإضراب وقبل الإضراب كانت له اتصالات مباشرة مع السيد حشاني رحمه الله، وقال له بصريح العبارة أن ما تفعلون به خطأ وأن المخابرات
وراء كل هذا العمل. وكان السيد حسني رحمه الله يعني مقنع بهذا الكلام ولكن لم يستطع فعل شيئا. أنا جاي. لماذا؟ أنا جاي. شوف يا أخي، قبل كل شيء نقولها للأمانة للأمانة التاريخية، وحتى يمكن لي الحديث بكل صراحة على ما جرى وصراع الكواليس ودخول جهات من السلطة في تغليب تغيير موازين القوة سواء على مستوى الحكومة أو الرئاسة، لابد علي أن أسرد بعض الأحداث. فإذا لم يمكن لي باش سرد هذه الأحداث، لا يمكن لنا الوصول إلى الحقيقة، وهذه الحقيقة لازم نبدأها من ولاية وهران. عندما وقعت الأحداث الأليمة في العاصمة والهجوم على الأماكن الثلاثة، ماذا جرى في وهران؟ لابد أن نطرح السؤال. في هذه الحاجة، في هذه اللحظة، وقع التنصل من المسؤولية في ولاية وهران، واختفاء قيادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ على مستوى الوطني وعلى مستوى الولائي، وأصبح المناضلين في حيرة عبر جميع الولايات، عبر الوطن، كل الوطن. وبالتالي أصبحت الجبهة الإسلامية تسير من طرف شخصين زائد الأربعة قادة اللي محسوبين على عباس المدني، وهم علي بوخمخم، علي جدي، عبد القادر عمر، نور الدين شيغارة، وكمازي. وبالتالي أصبح المكتب الوطني ليس له سلطة القرار، لأن المكتب الوطني لا يمكن له أن يسير بست أشخاص أو سبعة، واختفاء المجلس الشوري، وهذا خطير. مؤسستين كبيرتين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ اختفت، وعندما اختفت هذه الجهتين ماذا حدث؟ أصبح حرب الكواليس، أصبح حرب الكواليس، وأصبحت القرارات الفوقية لم تكن مستقلة أو تخرج من مؤسسات الجبهة الإسلامية للإنقاذ، بل أصبحت القرارات الفوقية تأتي من جهاز المخابرات وأشخاص محسوبين على الرئاسة أو حتى الحكومة. حتى الحكومة في وهران ماذا حدث؟ اختفت الجبهة الإسلامية للإنقاذ، المكتب الولائي اختفى نهائيا، أصبحت الأحداث تسير من طرف مكتب واحد، وهو مكتب كان في كشت الجير. كان هذا المكتب يتزعمه المرحوم الشيخ بغداد سلامة. بغداد سلامة هو الذي أمر، أعطى الأمر بمساندة إخواننا في العاصمة بالخروج في مسيرات في الليل بعد الأحداث الأليمة لتخفيف العبء الأمني عليهم. هذه أولا. ثانيا، قرار والمكتب الولائي اختفوا نهائيا، وكل القرارات التي لابد أن تؤخذ لم تؤخذ، وأصبح المناضلين عبر جميع الولايات في حيرة، في حيرة. ماذا حدث من بعد؟ وقعت اتصالات في الكواليس بسيد أحمد غزالي قبل ما تسقط حكومة حمروش، أنا أقولها. نعم، ماذا حدث من بعد سوف نستمعه من سيد عبر سيد أحمد بعد الفاصل. سيد عابر، سيد أحمد، نعود معك في هذا الجزء الثاني من الحصة السادسة معك في إطار شهادتك على التاريخ.
قلت أن تم اختفاء المكتب الولائي للجبهة الإسلامية للإنقاذ على مستوى وهران، وتمت اتصالات مع السيد غزالي الذي كان لا زال وزيرا للخارجية، لم يعني ينصب بعد وزيرا أولا خلفا لحكومة حمروش المستقلة. تفضل. اتصالات الغزالي اللي كان آنذاك في قمة على الوحدة الإفريقية في أبوجا، كانت تم في نيجيريا. في نيجيريا نعم. هو يقول بأن الرئيس الشادي بن جديد هو اللي اتصل به للدخول في سرعة من أجل مشاورات وإنشاء. هذا ما صرح به نعم. ولكن هذا كذب، لأن أجهزة المخابرات أو الجنرالات هما اللي عطاو الاقتراح للشادي بن جديد باش تكون شخصية رئيس الحكومة هو اللي يخلف حمروش، وهذا بالشي في اليوم الأخير أو 48 ساعة. ولكن هذه التسريبات خرجت من ولاية وهران، خرجت من ولاية وهران بأن السيد أحمد غزالي بغي يخلف حكومة حمروش، وبني حقائب وزارية ستعطى إلى بعض العناصر المحسوبة على القيادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وخاصة عناصر كرر. هذا الخبر خرج في ولاية وهران، ومن أجله حصلت اجتماعات ماراثونية، وهذه الاجتماعات كانت تدور في بيت أحد المسؤولين الكبار تاع سوناطراك، وهو السيد بوعمامة، وكان بوعمامة وكان معها نائب رئيس بلدية مسرقين الحاج دولة، وبعض الشخصيات النافذة في ولاية وهران. وكانت هذه الاجتماعات اجتماعات سرية، وكانت تنظر نظرة بأن هناك قيادة جديدة للجبهة الإسلامية للإنقاذ اللي ستخلف القيادة الرسمية، وهي المتمثلة في الشيوخ الجبهة الإسلامية للإنقاذ وبعض العناصر المحسوبة على عباس المدني. وكل التخطيطات كانت تدور في هذا البيت في ولاية وهران، في هذا البيت تاع بوعمامة. وبالتالي اقتراح سيد أحمد غزالي لم يكن من الرئاسة، اقتراح سيد أحمد غزالي لاستخلاف حكومة حمروش كان من طرف أجهزة المخابرات والجنرالات. وبالتالي عندما يقول الرئيس الشادلي بن جديد بأنني طلبت من سيد أحمد غزالي باش يدخل في سرعة ونكلفه بحقيبة الوزارة الأولى، هذا خطأ، لأن التهديدات السياسية والأمنية على شادي بجديد من طرف الجنرالات والمخابرات كانت تسبق هذا الحدث. وبالتالي غزالي كان الشخصية الوحيدة اللي كانت في يد المخابرات، لم تكن هناك شخصية أخرى اللي يمكن يقترحها العسكر على شادي بن جديد. وبالتالي شادي بن جديد باعتبار الاتصالات تاعه لم يرفض بتاتا هذا الاقتراح، وبالتالي قبل هذا الاقتراح بكل سهولة، لأنه كان بالنسبة له باعتباره أنه من الغرب الجزائري، وباعتبر كل المؤامرات راهي تحدث في ولاية وهران، كان أقرب إلى قبول هذه الشخصية بدون الدخول في صراعات مع أجهزة المخابرات أو العسكر. نعم. ولكن تفضل. ولكن يا أخي لابد أن نرجع قبل كل شيء إلى ولاية وهران وماذا حدث في الإدارة بعد الإدارة. هنا المحطة التاريخية لابد أن نشير إليها، وهي دخول العناصر تاع المخابرات في الحزب رسميا. وبالتالي المرحلة اللي باغي نشهدها من 91 حتى 26 ديسمبر تاريخ الانتخابات التشريعية كلها كانت أحداث وآلام للشعب الجزائري، واستطاعة أجهزة المخابرات للتغول في المكاتب الولائية
والاستعداد للحرب الطويلة على الشعب الجزائري. يعني أولا يعني قبل الوصول للحرب وانتخابات 26 ديسمبر ألقي القبض على قادة حزبكم، كيف يعني استقبلتم هذا الخبر وما هي أول رد فعل لكم كمناضلين وقيادات محلية؟ قبل إلقاء على الشيوخ ماذا حدث لنا نحن؟ لأننا كنا في الواجهة. أولا وقبل كل شيء تم اجتماع بعد يومين، اجتماع طارئ في المكتب الولائي، وهذا الاجتماع كان بالتهديدات، والقيادة اللي كانت في المكتب البلدي كانت الوحيدة، المؤسسة الوحيدة، طالبت حسابات رسمية والخروج من المسؤولية النهائية. مكتب بلدي لبلدية وهران؟ نعم. المكتب الولائي لا وجود له؟ المكتب الولائي اختفى نهائيا. وأين المنتخبين؟ المنتخبين الأغلبية تاعهم اختفوا لأنه لم تكن مؤسسة رسمية، وهذا في كل الولايات. كيف تفسر هذا؟ يعني هذا حزب كان قد يمارس السلطة العليا في البلاد، تختفي أجهزته ومؤسساته بهذه السهولة والسرعة. هذه حقيقة تاريخية أليمة، لابد على المشاهد أن يسمع ماذا حدث بعد الإضراب، لأنه هذه النتائج السلبية والعكسية التي وقعت على الإضراب ولم تكن في الحسبان، وبالتالي النتائج انعكست على جميع المؤسسات الرسمية للجبهة الإسلامية للإنقاذ. فعندما اختفى المكتب الولائي ولم يساير الأحداث، طلب منه أن يقوم بحسابات، تقديم الحسابات، وكانت هناك تهديدات وضغوط. في الأخير نهايتها كانت مرة، وهي مطالبة خروج المكتب الولائي نهائيا من الساحة السياسية وتقديم استقالتهم جماعيا. يعني المكتب البلدي طلب منكم الاستقالة؟ نعم، هو أخذ المبادرة وتم استقالة المكتب الولائي. استقلتم شخصيا؟ بالقوة وبالتهديد نعم، لأنه كانت هناك بالقوة وبالتهديد. نعم يا أخي، لأنه يا أخي كانت كيفاش القوة والتهديد؟ نعم. يعني عمليا يعني كيف نستفسر؟ لأنه أصبحت الأمور لا تخفى على المناضلين، والمناضلين أصبحوا في حالة هيجان، وبالتالي هذا الهيجان خاصة بعد خروج بعض الشخصيات المحسوبة على الجبهة الإسلامية للقاد في التلفاز إلى آخره، اللي كانت بالنسبة لهم مغامرة وكانت ضربة قاسية لم يكونوا ينتظرونها. هذا شيء طبيعي؟ شيء طبيعي في أي انتكاسة، لأنها انتكاسة سياسية. طلب منا الحسابات، وكانت حسابات بالنسبة لنا قانونية وشرعية، ولكن الشيء الذي نتأسف عليه كانت بعض الأشخاص كانت النازية التي ذهبت ضحية بعض التوجهات والمغالطات بعد القادة اللي كانوا محسوبين في المكتب الولائي أو في المجلس الشوري، وأنا رسميا كنت ضحية هذه المؤسسة، لأنني لا لقت لي ولا جمل في هذه الأحداث، وكنت من بين الأشخاص الذين طلب منهم أن يقوموا بتقديم استقالتهم، لا قبل تقديم استقالتهم، في الخروج في مسيرات سلمية عندما اختفى المكتب الولائي. ونحن الشخصين الاثنين الذين قمنا بزيارة جميع المساجد بالخروج في مساجد سلمية في الليل، وهذا لا يعلمه أحد من الذي أطر الأمر. نحن اثنين، أنا العبد الضعيف عابر سيد أحمد بأمر من الشيخ بغداد سلام الله يرحمه، والأخ جلول الدركي، هذا الأخ جلول كان في الدرك الوطني، استقال من الدرك وكان عضو معنا في المكتب الولائي، لا المكتب تاع الحي تاع كوج الجير، لأن قلت لك أن المكتب تاع كوج الجير عندما اختفى المكتب الولائي واختفت المؤسسة الجبهة الإسلامية، أخذ المبادرة للمطالبة بخروج بمسيرات سلمية في وهران للتخفيف على العاصمة. نعم، وهذا كان الأمر، وخرجنا في الليل على الساعة 9:30 في الليل إلى كل الأحياء الشعبية المعروفة، خرجنا في الحمري، حي مديوني، حي ابتراك، حي سانت يوجان، وأعلمنا جميع الأشخاص على المتواجدين عبر الأحياء، وقلنا لهم أن المكتب اختفى، فإذا لابد علينا أن نخرج في مسيرات سلمية لمساندة إخواننا في العاصمة الذين ضربوا من طرف الأمن، وخرجنا الحمد لله في مسيرات سلمية،
وكانت مواجهات مع الأمن. نعم. كانت مواجهات مع الأمن عنيفة، وكنا لا نحمل سلاح، ما كناش نحمل سلاح، كنا نطالب برجوع الحق والاعتراف بمطالب الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ولكن الأمن واجهنا بكل شراسة، والحمد لله لم توقع قتلى أو جرحى، ما عدا إنسان جرح عندنا في الحي تاعنا، وهو الأخ إبراهيم الذي ضرب برصاصة حية في الرأس في الأحداث الأليمة تاع 91. شخص واحد في ولاية وهران أصيب، وهو الأخ إبراهيم من حي راس العين. وقبل نشوف الأحداث، هذه الأحداث لابد أن نبرهن على وجود المخابرات وتغيير شعارات الجبهة الإسلامية للإنقاذ. مثلا في البداية كانت هناك الشعار المعروف في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وهو عليها نحيا وعليها ونموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. في اللحظات الأخيرة، اليومين الأخيرين قبل المسيرة الكبيرة التي تم إجراءها في العاصمة، أو كما يسمونها مناضلين ولاية وهران مسيرة الكوموندوس، لأنها أكبر مسيرة، شعارين تم لأول مرة سمعهما، وهو شعار حمروش برا شاد لي برا. وهذا هذا الشعارين، لكن حمروش برا وشاد لي برا، من يسير البلاد؟ لأن هذه كما يقول لك سقف المطالب، وسقف المطالب هذه لم تكن من الجبهة، ولكن كانت هذين المطلبين تدخلا في آخر لحظة. من هي الجهات التي طلبت المناضلين برفع هذا الشعار؟ هذا لغز، هذا لغز، لأن لم نتلقى أمر، لأن كل الشعارات التي كانت ترفع في الجبهة الإسلامية للإنقاذ كانت مدروسة، وهذا الشعار لم يكن مكتوب، فأصبح يتردد على ألسنة المناضلين. والشعار الثاني أتذكره جيدا، لا عمل لا دراسة حتى تسقط الرئاسة، هذا ثاني شعار ثاني، لأننا ما كناش نطلب بالرئاسة، وبالتالي لا، لكن السيد علي عباسي مدني طلب بانتخابات رئاسية مسبقة، طلب علما بأن الرئيس كان تنتهي عودته في سنة 94، طلب بانتخابات رئاسية مسبقة، ولكن هذا طلب لم يكن مدمج في الشعارات، لأن الشعارات قبل أن تقوم أي مسيرة خاصة الإضراب، الشعارات كانت مدروسة وتتم جمعها ودراستها في إطار اللجنة، وبالتالي أي شعار خارج الإطار الأسسي يرفض، ويطلب من المناضلين السكوت وعدم بث هذا الشعار. إذن هنا تظن في هذه المرحلة أن يد المخابرات، يد المخابرات دخلت بقوة في الأحداث الأخيرة. سيد نعم. عباس، سيد أحمد عابر في كتابهما لا فرانس الجيري للصحفي الفرنسي جون باتيس ريفوا والصحفي والكاتب الجزائري سيد لونيس عجون، يقول في هذا الموضوع أن في هذه الفترة جهاز المخابرات استطاع أن يسيطر على ثلثي المجلس الشوري وأكثر من نصف المكتب الوطني للجبهة الإسلامية للإنقاذ. هل تظن أن كلام هذين الصحفيين صحيح، أو فيه نوع من يعني الإثارة؟ هذا الكلام مشكوك فيه، لأن لماذا مشكوك فيه؟ لأن مطلب الجبهة الإسلامية اللي كان هو المطالبة والمغالبة تغير نهائيا، وأصبح أكثر راديكالية من المطالبة والمغالبة، خاصة بعد مؤتمر باتنا. وبالتالي مؤتمر باتنا أدى إلى راديكالية الجبهة، رغم وجود بعض العناصر المعتدلة أو البراغماتية كما يسمونها، كما مثل حشاني إلى آخره، ولكن مؤتمر باتنا أصبح أكثر راديكالية من المؤسسات الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي كانت مؤسسة منذ البداية. وبالتالي إذا كانت هناك بعض العناصر
ليس المجلس الشورية. بعض العناصر دخلت الجبهة الإسلامية للإنقاذ على مستوى الوطني، هذا مشكوك فيه، ولكن على مستوى القاعدة العناصر المخابرات دخلت بقوة. لكن عندما تقول أنه هو مشكوك فيه هذا الكلام، كيف تفسر ذهاب الشيخ زبدة والشيخ سحنوني والشيخ بشير فقيه إلى التلفزيون والكلام بما والشيخ مراني كذلك؟ لا لازم الكلام لا لازم نفرق، إذا تتكلم عن المجلس الأول والمجلس الثاني، ما إذا تكلم لما أكون عضو يعني في المجلس، يعني أعلم أنه لا المجلس الشوري ومجلس وطني المجلس الشوري تاع الجبهة الإسلامية للإنقاذ اللي متكون من الفقيه والزبدة وآخره وبعض العناصر المحسوبة يكرر، فهذه في البداية كانت منسجمة، كانت منسجمة في الخط الأصيل للجبهة الإسلامية للإنقاذ، ولكن قبل الإضراب أصبحت هذه العناصر تقوم باتصالات مباشرة مع أجهزة المخابرات، هذا لا ننكره. أسماء الفقيه بشير اللي كان هو الإنسان الإنسان نقولها صراحة لم يكن في المستوى، إنسان طائش وممكن أن يجره الهواء شمالا أو شرقا، وهذا كان العنصر اللي كانوا عنده قابلية لجره إلى أجهزة المخابرات. هذا الإنسان اللي كان عنده قابلية لجره مباشرة إلى المخابرات، هذا ما كاش هذا ما من غير سيد بشير فقيه. بشير فقيه هو الذي فتح الطريق للعناصر الأخرى، فهو الذي مهد الطريق للمخابرات. سيد سحنوني مثلا سيد سحنوني نعم كل هذه كان علما بأن السيد سحنوني اليوم المدعو بالشيخ سحنوني نعم مازال يتكلم يعني سيفته قيادي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ودعا يعني الجزائريين في الانتخابات الفارطة في المشاركة بقوة في الانتخابات التشريعية، وساند السيد مناصرة في حزبه الجديد الذي تحصل على 7 نواب. يعني هل تختصر الجبهة الإسلامية للإنقاذ وقيادتها في 7 نواب في البرلمان؟ يا أخي العناصر اللي محسوبة على الجبهة الإسلامية للإنقاذ كمؤسسة معنوية، كل واحد ممكن أن يدلي بيدويه ويقول أنا أمثل الجبهة الإسلامية، فالجبهة الإسلامية مثلا لا وجد لها إطلاقا. لكن هناك قيادة شرعية تمثل في الرئيس ونائب الرئيس اللذان حيان يعني. والقيادة الشرعية كانت في خبر كان، وبالتالي الجبهة الإسلامية للإنقاذ وكما نعلم فهي منحلة قانونيا وبالتالي ليس لها تمثيل قانوني. أما من الناحية المعنوية كل إنسان يمكن له أن يقول أنا قيادي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ وأنا العبد الضائف أتكلم بالجبهة الإسلامية للإنقاذ، أتكلم باسم الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الماضي، ولكن مثلا الحاضر تغير، نحن في سنة 2012 وبالتالي لا يمكن لنا الرجوع إلى الوراء ونتكلم على ماضي مرير، وبالتالي فهذه كلها مزايدات سياسية ترهات ومزايدات سياسية لا تسمن ولا تغني من جوع. لم تجبني عن سؤالي الأول الذي طلبته منك، وهو يعني ما كان رد فعلكم السياسي المعنوي عند سماعكم خبر توقيف رئيس ونائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ؟ باش من تسلسل عن الأحداث، لأنني أخاف أن السلسلة الذهبية تنقطع، لابد الإشارة إلى نقطتين هامتين، وهي النقطتين عندما تم تحييد المكتب الولائي نهائيا وتقديم الاستقالة بالقوة، لأنه استقال بالقوة، بقي مصير رئيس البلدية. ماذا حدث في البلدية؟ رئيس البلدية رفض الاستقالة من بلدية وهران لصلاح بوعلب، وبالتالي كان رده عنيفا وقويا واستعان بالسلطة، وعندما طلب منه أن يستقيل واجههم بالقوة وبالقانون، وعندما يأس منه ماذا حدث في وهران؟ نصبوا رئيس بلدية ثاني في بلدية وهران،
وأصبحت بلدية وهران أكبر بلدية على مستوى الوطن، تدار برأسين أو رأسين. وهذه كانت المهزلة الكبرى، مهزلة كبرى، لأنه رئيس البلدية في 91 عندما هدد واستقال بالقوة طلب من المخابرات ومن الوالي الحراسة الأمنية وسلاح، وتحصل على ذلك. أما رئيس البلدية الثاني فنصب له منصبا أو مكتبا موازي لرئيس البلدية، وأصبحت الطامة الكبرى أن المواطنين يأتوا للبلدية والحاجب الذي موجود في أمام الباب يقول: ماذا تبحثون؟ عن رئيس البلدية المحسوب على الولاية ولا رئيس البلدية المحسوب على الجبهة؟ كانت هناك صراحة مهزلة وصلنا إليها بسبب أشخاص عديم المسؤولية وعديم الضمير وعديم الأخلاق، انحطوا إلى مستوى مزبلة. وبالتالي عوض أن يعلموا حقيقة المسؤولية بأنها أمانة وإنها خزي وندم يوم القيامة إلا من أخذها بحق، نصبوا أنفسهم على الشعب بالقوة، ولم يريد أن يتنحى عن منصبه، وبقي في هذا المنصب حتى إلغاء المجالس الشعبية البلدية في 92. كارثة، وأقولها كارثة. ونحن أمام الله طلبنا منه بالخروج، ولكن رفض رفضا باتا، وقال ماذا قال لنا؟ قال أن الشعب هو الذي وضعني في هذا المكان. لكن الشعب انتخب على الجبهة الإسلامية. قلنا له هذا، ولكن لكم مسؤولية في اختيار الناس، عليكم هذه المسؤولية. قلنا أن بوعلام بوصلاح فرض من طرف كرار وجماعته، وقلناها في البداية. لكن كرار وجماعته من جماعة الفيس. نعم، والقيادة على الجبهة الإسلامية للإنقاذ دلنا احترازات على الملفات اللي قدمناها ضده، ولكن لم تأخذ بها الاعتبار، وبالتالي نحن نتبرأ أمام الله. وبالتالي الشاهد الزور الذي يبقى في مكانه ولم يبلغ. اللهم يا رب أشهد أننا بلغنا على كل تجاوزات رئيس البلدية. وأكثر خطورة أن هذا الإنسان منحرف، في كنا على عين بأنه يساير السلطة. طلبنا منه في البداية لتطبيق قرار خطير، وهو عزل الكاتب العام تاع رئيس بلدية وهران، وهو هذا الكاتب معروف بالفساد وتحويل الآلاف من العقارات والسكنات والابتزاز في مشاريع كبيرة، وهو السيد ياقوتة، ولكن رفض إقالته. قلنا يا رئيس بلدية نحن مسؤولين عليك، أقله لأنه هذا مجرم، ولكن رفض. وبالتالي إذا كان يرفض باش يطبق هذه التجاوزات من طرف المنتخبين المحليين، وعدم في بعض الأحيان، لا أقول كل الأحيان، القدرة على تسيير البلديات، يعني روحدت في خسارة الجبهة الإسلامية للإنقاذ ما بين انتخابات المحلية في سنة 90 والانتخابات الشرعية في ديسمبر 91 ما يقارب 1,000,000 صوت. نعم، وهذا ليس بشيء هين، يعني نعم، في ظرف سنة. نعم، لأن المشكل كانت في القيادة، كان متعفن، ملفات كانت كثيرة وضعت على القيادة الوطنية. عوض أنا نتساءل دروك السؤال اللي نطرحه: لماذا الجبهة الإسلامية للإنقاذ استطاعت أن تقوم بعقد ملتقى لرؤساء البلديات في قاعة حرشة وجمع أكثر من 8,000 أو 10,000 منتخب وما تستطعش باش تدير مؤتمر لتجديد القيادة وتغيير بعض الشخصيات اللي أثبتت فشلها؟ هذا هو السؤال. لأنه لو تم عقد المؤتمر الأمور كانت تسير على أحسن ما يرام. عقد المؤتمر بعد يعني توقيف الشيخين. نعم، لحظة وصول خبر توقيف الشيخين عفوا. قبل وقوف لا أريد لحظة. نعم، لابد أن نتكلم بآخر خطبة لعلي بالحاج وعباس المدني، خاصة علي بالحاج،
وين لقى الخطبة؟ في باب الواد، في مسجد باب الواد، مسجد السنة، مسجد السنة اللي أعرفه جيدا وصليت فيه عدة مرات، كان يتداول عليه معظم مناضلي الجمال الإسلامي. نعم نعم. تكلم عن المؤامرة التي تحارب الجمال الإسلامي للإنقاذ، وتغلغل أجهزة المخابرات، ولأول مرة والحمد لله يعترف بأن الجبهة كبقية الأحزاب مخترقة، مخترقة، وهذا الحمد لله اعترف بهذا. وتكلم عن عنف النظام، وبعدها مباشرة ندوة صحفية، وكانت ندوة عنيفة اللي استغلها نزار. تتكلم على الندوة الصحفية التي قام بها السيد عباس المدني وعلي بالحاج بعد كان معها. نعم كان في نعم نعم في قاعة مجلس الشعبي الولائي. نعم بعدها سي بي في. نعم، وين تكلم بكل عنف على أجهزة المخابرات وعلى العسكر بأنه مستعد لحمل السلاح، وأنه لا يمكن لنا تخويفنا بعدم السلاح، بحمل السلاح، ما داموا هم يضربون الشعب إلى آخره إلى آخره. وكانت هذه الندوة سببا في توقيف شيوخ الجبهة الإسلامية للإنقاذ، إضافة إلى نداء 22، إضافة بيان 22. إلى إضافة إلى البيان 22. هذه العناصر اجتمعت لتكوين ملف وتوقيف شيوخ الجبهة الإسلامية للإنقاذ. وتوقيف الشيخ عباس المدني وعلي بالحاج لم يكون في نفس الساعة، نعم، ولم يكون في نفس اليوم، نعم. وبالتالي التوقيفات كانت غير قانونية بأمر من وزير الدفاع، وبأمر من وزير الدفاع، ولم تكن مؤسسة. وهذا وبالتالي الخطأ التي ارتكبته الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وقع فيه النظام وارتكب نفس الخطأ باعتقال الشيوخ بدون المرور على جهاز القضاء، وبدون المرور على النيابة العامة، لأن لا بد أن تثبت التهمة. نعم. والتهمة لا بد أن تثبت بالعناصر المادية والمعنوية. العناصر المادية هي معروفة، هي الندوة الصحفية ونص البيان. نعم. وبالتالي كان الاعتقال تعسفي حتى ولو كان من الناحية القانونية مؤسس. هذا كرجل قانون، وأقوله كرجل قانون. تعترف بأن الاعتقال كان مؤسسا من الناحية القانونية؟ نعم كان مؤسسا، لأن لماذا؟ لأن الحزب كمؤسسة شرعية وقانونية، كانت المبادئ تاعو هو احترام المبادئ القانون، احترام الدستور، واحترام اللعبة الديمقراطية، وعدم استعمال العنف في الوصول الى اخره. مؤسس من الناحيه القانونيه، ولكن الاجراءات القانونيه لم تحترم بالطريقه القانونيه لم تحترم. وبالتالي اذا كان التاسيس غير موجود فهو من الناحيه الشكليه مرفوض، باطل بطلان مطلق. واقوله كانسان قانوني، العمل الذي ارتكبه نزار باعتقال الشيوخ كان غير مؤسس، وكان عباره عن ديكتاتوريه، وبالتالي تمت إزاحة كل مؤسسة الدولة، وأصبحت مؤسسة الدولة منذ جوان 91 في يد العسكر، وهذا دليل قاطع. ولكن قبل أن نتكلم على هذا ونحن في اعتقال الشيوخ، لابد أن نشير ما هي الضمانات اللي تم تقديمها من طرف السلطة لشيوخ الجبهة الإسلامية للإنقاذ قبل للتكلم يعني. نعم. على هذه الضمانات التي قدمتها السلطة لشيوخ الجبهة الإسلامية للإنقاذ. نعم. نعود بك سيد عابر سيد أحمد بعد We'll be right back.
نعود بك السيد عبر سيد أحمد في هذا الجزء الثالث من شهادتك على التاريخ في إطار الحصة السادسة. كنا توقفنا قبل الفاصل عند وعود السلطة إلى قيادات الجبهة الإسلامية للنقال. فيما تتمثل هذه الوعود؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما وقعت هذه الأحداث الآلمة وشفنا بني السلطة أو العسكر تدخل بقوة في الأماكن العمومية أين كان هناك المرابطين للجبهة الإسلامية للإنقاذ، تغيرت المعادلة وأصبح النظام أكثر عنفا ودموي، وبالتالي أدى إلى استقالة حكومة مولود حمروش. وكما نعلم أن حكومة مولود حمروش لم تستقل في اليوم الثالث أو يوم الرابع كما يقولون من جوان 91. ولكن أجهزة المخابرات اللي كانت عندها يد طويلة مع بعض القياديين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وخاصة اللقاءات السرية والماراثونية التي كانت تجرى في الغرب الجزائري بالذات في ولاية وهران وفي بيت بوعمامة بحضور قدورة خير اللي كان الصديق الحميم لسيد أحمد غزالي، استطاعت أن تتغلغل رسميا وتحدث شرخ كبير في قيادة الجبهة. وأصبح من الآن فصاعدا العام والخاص يعرف جيدا أن الجبهة منقسمة إلى قسمين، قسم موالي للشيخ عباس المدني الفوج الثاني موالي مباشرة إلى أجهزة المخابرات وأجهزة قدورة خير. وكان هناك اقتراح بتنصيب سيد أحمد غزالي كرئيس أول للحكومة، وكان هذا الفريق المدعم من طرف المخابرات قبل هذا الطرح، وقبل منذ البداية بالاستعداد لتكوين جبهة إسلامية ثانية أو ما يسمى جبهة بيس. وكانت الاستعدادات موجودة والعناصر قبلت هذه الفكرة. وفي الشطر الثاني كانت السلطة تجري اتصالات مع جميع الأحزاب السياسية بما فيهم الجبهة الإسلامية للإنقاذ المتضررة من هذه الأحداث، وفي لقاءين تم إجراؤهما مع الشيخ عباس المدني طلب من الشيخ من سيد أحمد غزالي توفير وتحقيق المطالب الثلاثة التي دعت إليها الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وهي المطلب الأول كما قلنا وهو التحقيق في الأحداث الآلمة ومعرفة من الذي أعطى الأوامر للدرك الوطني لقتل الشباب العزل، وهذا قبل أن يطلبه الشيخ عباس المدني. العام الخاص كان يعلم بأن الجنرال النزار هو الذي أعطى الأوامر، وأصبح منذ فترة الحصار التي فرضت في 4 جوان 91 هو الرئيس والزعيم للعسكر وللمخابرات، وبالتالي أصبحت يد طويلة في
تسيير شؤون البلاد حتى تسيير شؤون السياسية للبلاد السياسية والعسكرية والأمنية. لكن في تصريحات لواء خالد نزار في هذه الأيام يقول بأن يعني ما قام به كان دفاعا عن الوطن وعن الجمهورية، وأن جبهتكم الجبهة الإسلامية للإنقاذ كانت تشكل يعني خطرا على سلامة المواطنين وعلى سلامة الوحدة الوطنية والوحدة الترابية وعلى سلامة الطابع الجمهوري للبلاد، وعلل بأنكم يعني قمتم بأعمال عنف وجهزتم أنفسكم للعنف، وكان خطابكم السياسي خطاب عنفي، وهذا ما أدى به إلى العمل بما قام به. ويقول بأنه دور أو واجب كل عسكري تجاه بلده. نعم، السيد نزار ربما إلى بيردي لي فاكولتي مورال، ربما الذهنية العقلية ربما راهي ذهبت بعض الأشياء الحقيقية عليه ولا يمكن سردها، يا إما متعمدا وإما خوفا من الحقيقة. وكما نعلم أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ تم تأسيسها في إطار مؤسسات الدولة، وكما نعلم أن الجنرال نزار في 90 لم تكن هناك عنف، لم تكن أحداث، ولم تكن الجبهة الإسلامية للإنقاذ تشكل خطرا. قام بتسريب تقرير الذي سرب ووضعه بيد رئيس الجمهورية لحل الجبهة الإسلامية للإنقاذ في 90 بعد الانتخابات البلدية والولائية، يسمى بتقرير الجنرالات، سموه تقرير الجنرالات. وبالتالي نفسهم الجنرالات يقولون أنهم لا يتدخلوا في شؤون السياسية، وأن المؤسسة العسكرية لا يهمها شأن سياسي، وفي نفس الوقت يتدخلون كما في التسعينات بعد الفوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالانتخابات البلدية والولائية تم تسريب التقرير، وطلب من الرئيس الشادلي بن جديد آنذاك بحل الجبهة الإسلامية للإنقاذ لأنها تشكل خطر، ولكن الرئيس الشادلي بن جديد بذكائه رفض مطلب الجنرالات. وبالتالي يأتي في سنة 91 ويقول أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ تشكل خطرا على أمن الدولة وعلى المواطنين إلى آخره، فنقولها كلها أكاذيب وألاعيب، لأن لم يثبت أن مؤسسة الدفاع الوطني أو وزارة الدفاع الوطني قامت بتقديم شكوى لدى النيابة العامة في ذلك الوقت وخاصة في 91 بإثبات كل التهم على الجبهة الإسلامية للإنقاذ. وبالتالي إذا كان هو يدوس على مؤسسات الدولة ويمكن له أن يتكلم في كل أمور الخاصة بتسيير الدولة، فيمكن أن يقول كما يمكن أن يقول، ويمكن أن نقبل كلامه وممكن أن نرد كلامه، ونترك للمشاهد هو الذي يستطيع أن يميز بالأحداث التاريخية اللي راهي الحمد لله راهي مكتوبة وراهي موجودة في الوسائل السمعية والمرئية، ونترك التاريخ هو الذي يحدد الأحداث. نعم، أوقف رئيس الجبهة ونائب رئيس الجبهة، وأصبحت الجبهة بدون قيادة حتى خطبة الجمعة التي قام بها في مسجد السنة السيد حشاني والسيد محمد سعيد رحمه الله. محمد سعيد الذي كان معروف عليه بأنه يصلي في مسجد الأرقم بحي شوفالي، ذهب إلى مسجد السنة، وهذا كانت يعني من غير عادته. وفهم الناس أن القيادة الجديدة للجبهة الإسلامية للإنقاذ تشكل من الشيخان محمد السعيد وحشاني. هل أبلغتم بتغيير القيادة أنتم كمكتب ولائي؟ هل كانت لكم اتصالات مع ما تبقى من المكتب الوطني في العاصمة؟ نعم، في هذا الزمان، في هذا أتذكر جيدا أن قبل اعتقال الشيخين عباس المدني والأحداث اللي عرفتها العاصمة، خاصة العاصمة، وين اتهموا المكتب الولائي بالخيانة العظمى، ولأول مرة نسمع كلمة لا غون ترايزون. ليس خطأ سياسي،
وبالتالي أصبح كل الأشخاص المحسوبين على المكاتب الولائية، بعض المكاتب الولائية، يتهمون بالخيانة العظمى، وهذا خطير. وهذا خطير لأن علاش؟ لأن أصبح ممارسة الحق السياسي أصبح في خطر. اتهموا من طرف من؟ من طرف الأشخاص الذين أخذوا القيادات في المكاتب الولائية وفي المكاتب البلدية. هم أشخاص جدد على الجبهة أو كانوا من القاعدة؟ كانوا من القاعدة على مستوى المكاتب الولائية. نعطيك مثال، مكتب العاصمة كان الأخ محمود زحافي اللي كان معايا في المعتقل في 4 سنوات كان في المكتب البلدي، وهو أصبح رئيس المكتب الولائي ولم يكن عنصر قيادي في المكتب الولائي أو المجلس الشوري. وبالتالي أشخاص جديدة محسوبة على تيار معين وهو تيار محمد سعيد. وأنا أتحاشى أن أتكلم على كلمة الجزارة، صراحة أقولها تيار معين وهو تيار قد يسمى بتيار بناء الحضاري. نعم، ممكن البناء الحضاري أو البناء المؤسساتي، ولكن كلمة جسارة يشمئز لها القلب، لأنه كأن هذا الإنسان غريب وما عندوش كما يقول لك الأصول الدينية أو الإسلامية، ونسميه كبيرة. تيار معين عنده خط معين يسير عليه في النضال السياسي، وبالتالي الناس المحسوبين على هذا التيار أخذوا زمام المبادرة، وتم تنصيبهم في أغلب المكاتب الولائية، وبالتالي أصبحت الجبهة الإسلامية كما يسمونها بعد مؤتمر بابنا الجبهة الأصيلة للخط الأصيل، لأنها بعد الانحرافات اللي وقعت من طرف بعض القيادات في الجبهة الإسلامية للإنقاذ والاتصالات المشبوهة مع أجهزة المخابرات، حاولوا إعادة القطار إلى السكة الصحيحة. وفي مؤتمر بابنا تشكلت قيادة جديدة أصبحت موالية مباشرة إلى الخط الأصيل للجبهة الإسلامية للإنقاذ، متمثلا في الشيخين عباس المدني وعلي بن الحش. لكن سيد عابر، سيد نعم. أحمد، كيف تفسر أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ في مدة ما يقارب 2 عام نعم. من الوجدان، وبعد الفوز بالانتخابات البلدية، لم تستطع تنظيم مؤتمر سياسي؟ استطاع السيد حشاني والسيد محمد سعيد تنظيمه في فترة وجيزة وصعبة جدا. هل كان هناك يعني غياب الإرادة عند القيادة المسجونة في تنظيم مؤتمر، أو لم تكن لهم القدرة التنظيمية والسياسية لتنظيم مؤتمر سياسي؟ هذه القدرة يعني لقيناها من بعد عند شيخان حشاني ومحمد سعيد رحمهم الله. يا أخي، تكلمت على هذا الكلام وقلت لك بني دلنا مؤتمر ملتقى لرؤساء البلديات في قاعة حرشة، كان المبيت والاستضافة والأكل موجودين والحمد لله، وتم التكفل بأكثر من 10,000 أكثر من 10,000 منتخب ومندوب. وبالتالي لماذا لم ينعقد المؤتمر التأسيسي للجبهة الإسلامية للإنقاذ؟ هذا السؤال لابد أن نطرحه على القياديين اللي موجودين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، الشيخ عباس المدني وعلي بن الحاج. وأنا قلتها ونعود نكررها، لماذا المؤتمر لم ينعقد؟ لقضية الحسابات، قلتها في الحصص الماضية، أن هناك كانت هناك صراع أجنحة وصراع كواليس هو الذي عطل المؤتمر، وبالتالي انعكس سلبيا مع الأحداث اللي سبقت الإضراب، انعكس سلبيا على عدم انعقاد المؤتمر. حضرتم المؤتمر؟ المؤتمر لم احضره. له لماذا؟ لظروف سياسية.
التي أدت باستقالة المكتب الولائي من قبل الدائرة. نعم، لظروف سياسية، وكما نعلمون أنه المؤتمر عندما عقد المؤتمر في بيتنا تم هيكلة جميع المكاتب الولائية على مستوى الغرب الجزائري، وهذه هي غياب الديمقراطية وأقولها صراحة. عندما تم إزاحتي من المكتب الولائي باعتبار أني كنت محسوبا على جماعة كرر، تم تثبيتي في المكتب الحي لأنهم يعلمون نزاهتي باعتباري كنت مسؤولا في بلدية بلشير، وثانيا الخدمات اللي كنت أقدمها للحي باعتباري كنت مسؤول. تم تثبيتي وقدمت استقالتي مرتين وتم رفضها. وعندما تم تعيين المكتب الجديد الولائي تم تعييني من طرف المناضلين لأمثل المكتب الولائي الجديد. وفي هذه اللحظة يعني هيكلة المكاتب الولائية جديدة، تم يعني عن طريق المؤتمر، يعني ليست القاعدة التي انتخبت عليها. قبل المؤتمر تم تأسيس، من بعد المؤتمر نعم تم تأسيس لجان على مستوى الغرب والشرق، لجان مؤقتة. اللجنة الغربية كان يتزعمها المرحوم الأخ تاجوري رحمة الله عليه. تاجوري كان هو المندوب الرسمي للجبهة الإسلامية للإنقاذ لتأسيس المكتب الولائي والمكتب البلدي. تم تعييني، وأقولها صراحة، تعييني من طرف مكتبي، المكتب الحي، مكتب الحي بأغلبية واسعة. قالوا الأستاذ عامر سيد أحمد هو ممثلنا ولا يمكن له أن نتهمه في أي حاجة. حضرت اللقاء، كان في أحد الإخوة في سيتي بي تي، واحد الحي معروف راقي، كنا في منزل أحد الإخوة، أكثر من 50 أو 60 مندوب اللي متمنى البلديات والأحياء، وكان الأخ تاجوري تما. دخلنا في الجلسات، أول نقطة اللي تم عرضها على اللقاء قبل الخوض في الانتخابات مواجهة السهام توجهت إلي، قالوا كل العناصر المحسوبة على القيادة القادمة وخاصة كرار لا يمكن لها المشاركة في المكتب الولائي رغم التزكية من مكتب الحي. كانت هناك نقطة نظام من طرف الأخ التاجوري، قال لهم إذا كانت هناك تزكية من طرف مكتب الحي فلا يمكن التشكيك في شرعية القرارات، ولكن العناصر اللي كانت حاضرة المندوبين تما ومن بينهم المرحوم الله يرحمه الأخ عبد القادر بوجلالي المرحوم، هو اللي رفض هذا الطلب، قال لا يمكن لهم الجلوس معنا باعتبارهم أنهم كانوا موالين لكرار واتهموا بين قوسين بالخيانة العظمى. وخرجت من اللقاء رغم أنه كانت هناك تزكية أو كما يسمونها ديمقراطية المكتب تاعنا. نعم. وخرجت من المكتب، ولكن رغم هذا لم أنتقي من أحد، وبقيت أناضل في مكتب الحي رغم قدمت استقالتي لأنها بالنسبة لي كانت ضربة قوية وانتكاسة لم أكن أتوقعها، خاصة بعدما حست على تزكية المكتب. وخرجت وبقيت أناضل في القاعدة حتى الأحداث تاع 92. سيد عبر سيد أحمد، نشكرك جزيل الشكر على شهادتك على التاريخ في إطار هذه الحصة السادسة معك. نعود بك في الجزء السابع من هذه الشهادة، ولنتحدث حول تداعيات ما بعد مؤتمر باتنا والتحضير للانتخابات، الدور الأول للانتخابات التشريعية في ديسمبر 91. شكرا جزيلا، وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله.